بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم دكتور أحمد محمود سلمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، وزميل كلية كيلوج بجامعة أكسفورد بإنجلترا. يشرفني أن أنضم لحضراتكم في حلقة نقاشية حية بدعوة من شبكة ScienceDev.net، والتي سيتم فيها مناقشة العديد من النقاط الهامة بخصوص آخر تطورات لقاحات COVID-19. في هذا اللقاء سيتم مناقشة العديد من المحاور الهامة بخصوص هذا الموضوع بصورة تفاعلية مع حضراتكم ومع السادة الضيوف الكرام، أهمها اللقاحات المتاحة وآخر تطوراتها بخصوص COVID-19، آليات عمل هذه اللقاحات، إمكانية إنتاجها وتوزيعها، والآليات المتبعة والتي سيتم تفعيلها للتأكد من وصول هذا اللقاح لأكبر عدد ممكن، خاصة في الدول الفقيرة والدول النامية.